مشاهدينا الكرام مع اشراق الشمس يوم جديد نبدا معكم حلقه جديده وبرنامج هذا الصباح معكم من الان حتى العشرة مجموعه من الفقرات والتقارير والحوارات نتمنى انها تنال اعجابكم باذن الله يوم جديد مليء بالامل والسعاده والتفاؤل صباح الخير صباح الخير يا شيرود صباح الخير مشاهدينا الكرام كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله يكون عام سعيد على كل الأمة الإسلامية كان هناك احتفالات كثيرة في معظم المساجد ووزير الأوقاف احتفل بهذه المناسبة وأيضا محافظ القاهرة وكل المحافظين تقريبا احتفلوا بهذه المناسبة الطيبة في معظم المساجد في محافظات مصر المختلفة وأيضا المواطنون احتفلوا بهذه المناسبة إن شاء الله يكون عام سعيد على مصرنا الحبيبة وعلى كل الأمة الإسلامية ربنا يكتب لنا الخير فيها ويجعل يا رب عام السلام والأمن على مصر والمصريين التفاؤل يعني هو دايما إحنا لازم نتفائل طبعا لازم يكون عندنا تفاؤل لازم نكون طبعا ان يكون عندنا امل في بكره عام جديد ان شاء الله يكون يحمل كل الامنيات الطيبه يمكن ناس كتير محمد بتتساءل بعد 1446 عام لماذا بدا التقويم الهجري وكيف بدا يمكن التقويم الهجري او التقويم العربي لان هو بيبقى معتمد على حركه ودوره القمر اللي اعتمده هو الخليفه عمر ابن الخطاب يمكن في العام الثالث أو الرابع من خلافته عندما رسلوا أبو موسى الأشعري وكان أمير البصرة في ذلك الوقت إن هو لازم المسلمين يعتمدوا تقويم لأنهم كانوا قبل كده بيعتمدوا على الأحداث أو صحيح. المواقع اللي هي ممكن تحدث في خلال السنة زي مثلا عام الفيل أو موقعة تكون حدثت في خلال العام فالخليفة عمر ابن الخطاب هو اللي اعتمد التقويم العربي ويمكن التقويم العربي 12 شهر علشان كده وده سبب تسميته عدد كبير جدا من الباحثين في الشأن التاريخي بيقولوا أن أول من اعتبر تاريخ الهجرة النبوية هو بداية لتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأن ده تم بدأ بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب وبدأنا نحتفل بالعام الهجري الجديد زي ما زميلتي شروت قالت لحضرتك يمكن هم تشاوروا بينهم وبين بعض هل يبدأ بمولد النبي صحيح كان هناك بعض الاختلافات ولا يوم وفاته فقالوا اليوم الهجرة النبوية الشريفة صحيح صحيح هو ده اتفقوا عليه بعد فترة من الخلاف ولكن اتفقوا على ذلك كل سنة وحضراتكم طيبين إن شاء الله عام سعيد ليكي أمنية في العام الهجري الجديد؟ طبعا هي الأمن والسلام وربنا يا رب يكتب لنا الخير ويغفر لنا ويعني يتقبل منا صالح الأعمال إن شاء الله بإذن الله عندنا مجموعة النهاردة من الفقرات الكويسة اللي إن شاء الله تنال إعجاب بحضراتكم وعندنا كمان مجموعة من التقارير والأخبار والاتصالات الهاتفية اللي هنلقي الضوء على بعض الأحداث وبعض الموضوعات خلينا نبدأ أولى فقراتنا بعد الفاصل بعد الفاصل إن شاء الله بدرنا بيها ورسولا عربيا طلع البدر نبيها ورسولا عربيا ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا ولكم منا حيارى والتقطناه مليا فبدا اليوم جليا
للعالمين وبشيرا ونذيرا منقذا دنيا ودينا وعباده مبينا رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا منقذا دنيا ودينا نحن بالله هدينا واستجبنا فحيينا نحن بالله هدينا واستجبنا فحيينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الإخبارية ومجموعة من الأخبار والتقارير والوقوف على آخر المستجدات. احتفلت وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد من مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وأكد المشاركون في الاحتفالية أن الهجرة النبوية المشرفة دروسها لا تنتهي، فهي ملهمة لنا على مر الأزمان والعصور، منها ضرورة الأخذ بالأسباب والسعي الدؤوب والصبر والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة. وللمزيد معنا الشيخ جلال حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير سيدنا الشيخ. يعني كل عام وحضرتك بألف خير. يعني النهاردة 1446 عام على الهجرة، ماذا تقول خاصة لشباب المسلمين؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير، والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر وفضل على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. الهجرة حدث تاريخي عظيم لا ينبغي أن يمر علينا مرور الكرام، بل يجب علينا أن نقف معه وأن نأخذ منه العبرة والعظة والدروس المستفادة، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. والدل على ذلك لو أن الإنسان قرأ في صدر سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وسيدنا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البيهقي في الدلائل قال في رحلة الإسراء لقد أراني الله دار هجرتكم وهي أرض ذات نخل. الدروس فيها كثيرة جدا جدا جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وأيده بالمعجزات الظاهرة وبالمعجزات التي لا نعرفها، كما ذكر ربنا في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولذلك متى حفظ الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى وبالامتثال إلى هذه الأوامر وبنواهيه سبحانه وتعالى، أي وقف عند هذه النواهي وعند حقوق الحق سبحانه وتعالى، حفظه الله سبحانه وتعالى وأمده بالعون والمدد. ولذلك سيدنا ابن عباس يقول فيما جاء في الصحاح أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. ده درس بيعلمنا أن الإنسان يكون وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى وعند نواهيه. طيب لو الإنسان حفظ هذه الأوامر وهذه النواهي الله سبحانه وتعالى يحفظه. الدرس الثاني التوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس التواكل، في فرق كبير جدا بين التوكل وبين التواكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتنافى أبدا مع الأخذ بالأسباب، يعني الإنسان يأخذ بالأسباب في كل أمور حياته ثم يترك النتيجة على مسبب الأسباب، وليست الأسباب هي الفاعلة، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده، قال لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مطلق القوة ربنا سبحانه وتعالى أن نعدها، لأن الأسباب ليست هي الفاعلة الحقيقية، إنما الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. في بعض الناس يتواكل وينتظر خرق النواميس الكونية وهذه الأمور إلى آخره، لا،
الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نحسن اختيارنا في كل الأمور، ثم نتوكل على مسبب الأسباب. برضو من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد إعدادا جيدا لهذه الهجرة. صلى الله عليه وسلم ذهب لسيدنا أبي بكر في وقت لم يكن ليذهب فيه، في وقت الظهيرة، ثم أعد الدابة، ثم كذلك اختار طريق غير المألوف للمدينة المنورة، ثم اختار الدليل، ثم اختار من يأتيه بالأخبار. كل هذا إعداد. كان الله ولم يزل سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ حبيبه من أو أن ينقل حبيبه من مكة إلى المدينة، صح؟ آه، ربنا سبحانه وتعالى قادر. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهذه الأمور؟ ليعلمنا أن الإنسان في الحياة لابد أن يأخذ وأن يعد جيدا لحياته، وأن يأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك يتوكل على مسبب الأسباب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. والله إيه؟ يعصمك من الناس. فلذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصرفوا عني فلقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظي. هذه نقطة. النقطة الثانية كذلك، ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله، أي أن النصرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، قديما وحديثا، الفاعل لها هو الله سبحانه وتعالى. لو تخاذل الإنسان عن نصرة سيدنا رسول الله، فالله سبحانه وتعالى هو ناصره وهو مؤيده. ودل ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. دلت على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر الصديق هما اللذان كانا يسيران في الطريق لوحدهما. لذلك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هنا إشكالية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. مني بيقول سيدنا أبو بكر الصديق بيقول سيدنا رسول الله: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكل سكينة وطمأنينة التي اكتسبها من قوله والله يعصمك من الناس، واكتسبها والله سبحانه وتعالى يؤيده، قال له: لا تحزن يا أبو بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. قوة اليقين، الدرس آخر، قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لابد أن يكون عنده يقين في الله. ابدأ الأول وخلي بال حضرتك وانت واخد بالأسباب وعندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يحقق هذا الأمر. إنما الإنسان يتخاذل أو يتكاسل بدون النظر، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم. لذلك ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. الإشكالية هنا يا أستاذتنا الكريمة إن الضمير مش عايد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده عايد على سيدنا أبو بكر الصديق. ليه؟ سيدنا أبو بكر الصديق يعني خشي على سيدنا رسول الله من إيه؟ من أذى المشركين ومن المشركين، لأنهم لو لقوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلوه، كما أخبر ربنا في سورة الأنفال وهو يذكره بالمنة عليه وبالفضل عليه: وإذ يمكر بك، أي يذكر، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كلمة يمكر الله أي يفعل أفعالا مضاهية لأفعالهم، فتكون الغلبة والنصرة لمن؟ لأفعال الله سبحانه وتعالى. يبقى الضمير عائد على مين؟ على سيدنا أبو بكر الصديق. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا: فأنزل الله سكينته عليه. على مين؟ على سيدنا أبو بكر. وأيده، أي أيد مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. درس آخر: ما فعله المهاجرون والأنصار والمؤخاة بين المهاجرين والأنصار، وربنا سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم: لك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينبغي علينا أن نقف مع هذه الدروس وهذه العبر من دروس وعبر هجرة سيدنا رسول الله، أنها كانت بإعداد جيد وبتخطيط جيد، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب،
ثم توكل على مسبب الأسباب. فالإنسان إذا جعل هذا الأمر نموذجا له وطبقه في حياته صار على المنهج المستقيم وعلى المنهج المحمدي الرشيد، فحقق الله سبحانه وتعالى له النصرة والفوز في الدنيا والآخرة. بارك الله لك شيخ حازم جلال، كنت معنا من علماء الأزهر الشريف. في محافظة الجيزة احتفلت مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد وبحضور المهندس عادل نجار محافظ الجيزة وعدد من المسؤولين التنفيذيين ورجال الدين، وذلك بمسجد المغفرة بالعجوزة. احتفالا بالعام الهجري الجديد أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة احتفالية خاصة بهذه المناسبة العطرة، والتي حضرها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والتي استهلت أولى فقراتها بتلاوة لآيات الذكر الحكيم. مناسبة طيبة، ويمكن أول مناسبة دينية أحضرها بصفتي محافظا لمحافظة الجيزة. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني بشكر ربنا على ثقة فخامة الرئيس في أن أتولى هذا المنصب. حضرت النهاردة المناسبة الجميلة دي، سنة الهجرية الجديدة 1446 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لقاء جميل مع المسؤولين التنفيذيين والقيادات التنفيذية كاملة. تناولت الاحتفالية خطبة لوكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، والتي تناولت الدروس المستفادة وأهم العظات من هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على مصر عام سلام وأمان للجميع إن شاء الله بإذن الله. عهدت دائما وزارة الأوقاف أن تذكر بهذه المناسبات الدينية وكذلك المناسبات الوطنية لتحيي في الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالوطن الذي هو من الإيمان بالله عز وجل. من الدروس المستفادة أيضا درس معية الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى الغار والمشركون وصلوا إلى الغار ونظر أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فماذا قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكانت هجرته صلى الله عليه وسلم حدثا تاريخيا عظيما، انطلق وانتشر الإسلام بعدما كان محصورا في شعاب مكة، فنشر الدعوة وأبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى آتاه اليقين. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كان حديثه صلى الله عليه وسلم لصاحبه عندما كان يختبئان في الغار، فكانت في هجرته العظة والعظمة والمحبة والتضحية. فرغم ألم فراق مكة التي كانت أحب أرض الله إلى قلبه، إلا أن تبليغ الدعوة ونشر الرسالة هو الهدف الأسمى، فقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق. كل عام وأنتم بخير. أحمد سعد الدين، النيل للأخبار. تعتبر مؤسسة حنجملها للتنمية المستدامة مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في ملف تغير المناخ لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين. للمزيد معنا دكتور محمد قبطان رئيس مؤسسة حنجملها للتنمية المستدامة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير دكتور محمد. كل سنة وحضرتك طيب. مع سيادتك مهندس محمد قبطان رئيس مؤسسة حنجملها للتنمية المستدامة، كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري بخير ورئيسنا العظيم بصحة وسلامة، سنة هجرية سعيدة على الأمة الإسلامية كلها يا فندم.
بإذن الله. يمكن التغير المناخي مشكلة عالمية، ومصر يعني لها جهود كبيرة جدا في مواجهة التغير المناخي. لو ألقينا الضوء على هذه الجهود سريعا من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجر. الحقيقة هذه المبادرة تحقق حلمنا جميعا. كنا نحلم ونريد أن كل شجرة في الشارع أو في الحديقة أو في أي مكان تكون شجرة مثمرة، لها عائد اقتصادي ولها عائد أكسجين ولها وتقوم بتقليل الانبعاثات الكربونية. فالحقيقة مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة هي جت في وقتها علشان خاطر احنا نفسنا حاسين السنة دي أن في تغير في درجات الحرارة عن العام الماضي، وحاسين أن فعلا في مشكلة في الحرارة. فالجندي الآلي الوحيد في الكون اللي هيقدر يقلل الانبعاثات الكربونية وهيقدر يعطي أكسجين ويعطي ثمار ويعطي قدرة ويعطي جمال هي الشجرة والشجرة المثمرة. طبعا يمكن الدولة المصرية من أوائل الدول في الشرق الأوسط اللي قامت وزرعت 12 مليون شجرة مثمرة في ربوع مصر من مرسى مطروح لحلايب وشلاتين، واحنا كمؤسسة هنجملها شركاء في هذا العمل بعدة بروتوكولات تعاون مع عدة وزارات، من أهمها وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فهذه المبادرة فعلا بتعبر عن إرادة حقيقية للبناء والتنمية المستدامة. هذه المبادرة فعلا لها تأثير إيجابي على العالم كله، لأن طبعا احنا يعني ناس كتير قوي اتكلمت عن قطع الأشجار، لكن مش ما وصل لهمش ان الوزارات زي وزارة التنمية المحلية وزارة البيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات المجتمع المدني كلها على قدم وساق. محدش فاكر السحابة السوداء اللي كانت في 2015. النهارده احنا من اوائل الدول في الشرق الاوسط اللي عندنا تنمية وعي بيئي حقيقي، عندنا استراتيجية مناخ 2050. احنا الدولة الأولى في العالم اللي عندها استراتيجية مناخ 2050، ويمكن أهم أولويات مؤسسة هنجملها هي تنمية الوعي البيئي ذات الرقعة الخضراء، الحفاظ على كل مية، التكيف مع تغيرات مناخية. فدي مبادرة بصراحة بتعبر عن رؤيتنا وحلمنا وفكرنا، وبنشكر فخامة الرئيس والقيادة التنفيذية على هذه المبادرة. يعني اكيد الهدف مش زياده المساحات الخضراء فقط. دكتور محمد، حضرتك اتكلمت عن البعد البيئي وايضا البعد الاقتصادي والبعد العالمي، ورساله واضحه لزياده يعني حصه او نصيب الفرد في المساحات الخضراء. حضرتك كمان قلت على الشراكات والبروتوكولات وايضا مع الجامعات المصريه وكليات الزراعه علشان نرفع الوعي لدى الطلاب والشباب لغرز الشجرة وقيمتها، ويعني المحافظة عليها ورعايتها والاستمرارية في هذه المبادرة. اسمحيني الأول أشكر برنامج المتميز والإعداد على وضع الضوء على هذه المبادرة تحديدا، لأننا نحن في سباق مع الزمن. أخطر سلاح سيهدد العالم كله هو سلاح التغيرات المناخية. هناك أنهار ستجفف وأراضي ستصحر، فإذا ما كانش عندنا وعي وسباق مع الزمن حقيقي لغرس الأشجار، والأشجار ليست أي أشجار ولكنها الأشجار الدائمة الخضرة كثيرة الثمار قليلة سلاك المية، مثل أشجار الزيتون والليمون التي تعطي زيت وتعطي ثمار. طبعا يمكن من أجمل البروتوكولات أو أجمل التعاون معانا هي وزارة التعليم العالي بإشراف وزارة البيئة، أن فعلا احنا عندنا عدد ملايين من الطلاب في مصر كان عندنا استهداف ليهم، ان لو كل طالب غرس شجره وكتب عليها اسمه في كليته، فلقينا في سباق في جامعه اسوان ما بين جامعه اسوان وجامعه اسيوط على تحقيق التنميه المستدامه. شوفي لما يبقى جامعه عمرها 30 سنه وتاتي اليها مؤسسه هنجملها، وبقينا زارعين فيها 14 فدان الان من الزيتون والتين، والخطه اللي جايه ان شاء الله نكملهم 400 فدان. جامعة زي جامعة العريش عندها إنتاج وافر الآن من الزيتون ومن بعض المحاصيل زي الزيتون والتين والمانجو، حاجات كتير جدا قمنا بيها. لكن النهاردة لما يبقى فخامة الرئيس أو قيادة الدولة حريصة كل الحرص بالتوجيهات الرسمية وبالعمل التنموي، معالي وزيرة البيئة، معالي وزير التنمية المحلية، معالي وزير الشباب، كل القيادات المصرية، أنا والله العظيم يا فندم لا بجامل أحد ولا
ليا مطمع في حاجه غير ان احنا نحط الضوء والفكر الايجابي للناس كلها. ويمكن اشاره من سياده الرئيس او المبادره ان احنا 100 مليون مصري، لو كل واحد منا قام من النوم زرع شجره مثمره هتلاقي ال 100 مليون شجره اتزرعوا باقل جهد واقل تكلفه واقل فتره زمنيه. ودي المعادله اللي انا بحبها، هتساوي اعلى انتاج وجوده. لان حضرتك لما ذكرت الشباب النهارده، هي ثروه مصر البشريه كام في الميه شباب؟ هل هي اكثر من 50% شباب؟ فاذا لما يبقى في وعي بيئي واستراتيجيه حقيقيه للمناخ الدوله قايمه عليها ومنهجيه قوميه بتؤثر تاثير ايجابي في القطر المصري كله، اكيد هيبقى في عائد ايجابي واكيد هيبقى في عائد تنموي. ومن البرنامج المتميز انا كمؤسسه مجتمع مدني هنجملها، حابب اقول للناس كلها حاجه، باب العمل العام مفتوح للكل، ما فيش حد وقفنا يا جماعه والله. في اكثر من 16 بروتوكول تعاون مع 16 جهه رسميه في الدوله، ومن اهمهم شيخ الازهر، لان احنا كنا حريصين برضه فندم ان احنا نمد ايدينا للمعاهد الازهريه ونمد ايدينا لكل كليات الازهر. بروتوكول تعاون اخر مع قداسه البابا تودروس وانسانيته واحترامه للعمل المجتمعي والشجره المثمره، وفعلا مدينا ايدينا لمعظم الكنائس والاديره على مستوى الجمهوريه كلها، استقبال محترم من الناس. لكن لما يبقى في فكر تنموي حقيقي وفي من يرعى الفكر ومن يحترمه مثل قياده الدوله باتخاذ هذا القرار المناسب في الوقت المناسب وهي 100 مليون شجره مثمره، تاكد ان احنا على الطريق الصحيح، وتاكد ان محمد قبطان واي شاب مصري هيستطيع ان هو يعبر عن طاقته اللي جواه ويعبر بفكر. نعم طبعا، يعني نفسي تساليني سؤال وتقول لي انت كرئيس مؤسسه مجتمع مدني اهم اهدافها هي الوعي البيئي، بتحلم بايه؟ انا بحلم كمحمد قبطان ان كل شاب مصري يكون عنده الاراده والعزيمه يغرس شجره باسمه في مدرسته، في كليته، في جامعته، في الكنيسه بتاعته، في الجامع بتاعه. هتلاقي احنا كلنا كمجتمع مدني علينا دور اساسي وشركاء فعلا في التنميه المستدامه. طيب البعد الاجتماعي ايه لما انا ازرع شجره مثمره؟ يا سيدي مش انت بتحب ربنا؟ ايوه بحب ربنا. بتحب الوطن؟ ايوه بحب الوطن. طب بتحب نفسك؟ ايوه بحب نفسك. طب ايه رايك ان شجره الزيتونه تقعد 1000 سنه؟ سبح رب العالمين، تعطي اكسجين، تعطي قدره، تعطي ثمار، تامن المجتمع والعالم كله ضد اخطر اسلحه وهي فقر الغذاء، استراتيجيه المناخ، تكيف مع التغيرات المناخيه. فاذا انت هتقدر تكون عضو مؤثر وفعال. طب اجيب الشجره منين يا قبطان؟ والله يا سيدي عقله من شجره مثمره، زيتون او تين او رمان، اغرسها في مطهر، حطها في مطهر 5 دقائق، ازرعها هتلاقيها اثمرت بعد سنه بالظبط. احنا عندنا تكنولوجيا حديثه في الزراعه وفي التنميه الخضراء، احنا عندنا كل المقاومات وعندنا المقاومات البشريه، والوعي البيئي فعلا زاد جدا في السنوات الاخيره وخصوصا عند الاطفال في المدارس. انا بشكرك دكتور محمد قبطان رئيس مؤسسه هنجملها للتنميه المستدامه. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح مستمره معكم، هنخرج لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.
أهلا بكم من جديد. عرف المصري القديم مفهوم الحضارة والدولة والحفاظ على البيئة المحيطة به، استطاع أن يستثمر في الموارد الطبيعية ويحافظ عليها. ينضم إلينا دكتور وسيم السيسي عالم المصريات. صباح الخير دكتور وسيم. أهلا وسهلا، صباح النور، أهلا بك. يعني بتمر السنوات وهناك أسرار كثيرة لم تكتشف من الحضارة المصرية القديمة، وبنقف عاجزين ومبهورين بهذه الحضارة في مجالات عدة، وقد إيه هم كانوا متقدمين في الطب، في الفلك، في الزراعة، في يعني البناء والتشييد والهندسة والرياضيات أيضا. فيعني هذه الأسرار وهذه الحضارة الأكثر من 7000 سنة، يعني حضرتك ممكن تعرفنا أكثر عن قدرة الحضارة القديمة على الاستمرار في ذلك الوقت ومستمرة إلى الآن كمان؟ شكرا جزيلا. تصوري حضرتك أنها لازالت مستمرة حتى الآن ولازالت تبهر العالم حتى الآن. يعني إليك وأي واحد يعني سمعنا دلوقتي يقدر يرجع للديلي ميل بتاع 27/7/2022 تتقدم الشكر. شوفي الكلام ده يعني أقل من سنتين أهو، تتقدم بالشكر لمصر القديمة وأطباء مصر القديمة. طب ليه؟ لأن بيتر هاتشنسون وهو أستاذ جراحة المخ والأعصاب في مستشفى آدم بروكس في كامبريدج، وشيء جميل أنا اشتغلت في المستشفى دي 3 سنين وكان من أجمل أيام حياتي، يتقدم عمل دراسة مقارنة عندهم في إنجلترا 160 ألف حالة هيد إنجري يعني إصابات رأس، فجاب مجموعتين، مجموعة طبق عليها العلاج التقليدي بتاع إنجلترا الآن يعني في السنوات اللي احنا فيها دلوقتي، والمجموعة الثانية طبق عليها نظام مصر القديمة في علاج إصابات الرأس، لأن مصر القديمة كانت دائما تلجأ للترفاين أوبريشن اللي هي التربنة اللي هي جزء من العظم بتاع الجمجمة يتشال عشان الدم المتجمع جوه وبيضغط على المخ. مصر تقدر القديمة كانت تقدر تطلع الدم ده هو، والضغط على المخ طبعا يخف. بيتر هاتشنسون عمل المقارنة دي بين مجموعتين، 300 حالة هنا و 300 حالة هنا، استطاع أن ينقذ في الطريقة بتاعت مصر القديمة التي كانت تستخدم من 4000-5000 سنة 20% من الحالات بتاعت إنجلترا في 2022 يعني أول امبارح. فالديلي ميل بتتقدم بالشكر لمصر القديمة وأطباء مصر القديمة، وأي حد سمعني يكتب كده على النت ديلي ميل بيتر هاتشنسون وهيبص يلقى أوفرينج تانك، بتتقدم بشكر إلى شيء مبهر طبعا. الصيد دلوقتي يعني الطب بتاعنا مبهر. ده أنا أحيانا أتصور إن لو نوبل برايز أو جائزة نوبل ابتدت تعطى بأثر رجعي، مصر هتحصد كل جوائز نوبل قبل كده. يكفي إن مصر هي اللي عملت اختراع الورق، ولولا الورق اللي هو البرديات ده ما كناش قدرنا نسجل لحضارة لا هنا ولا حوادث هنا ولا أي حاجة. ويكفي أن كلمة بيبر بالإنجليزية أو بابيه بالفرنسية جاية من بابايرس يعني برد، فكلمة بيبر وبابيه يعني بردي، يعني حتى الكلمات اللاتينية سواء إنجليزية أو فرنسية مأخوذة عن البردي بتاع مصر. والشيء الجميل أن أي حاجة مكتوبة على البردي بتظل حتى الآن واضحة وظاهرة، الزمن ما بيضيعهاش، بينما أي ورقة مهما كان اكتبي عليه وتعادي بعد 50-60 سنة تلاقيه بقى وانت شايفاه. فدي المفروض إن مصر تاخد عليها نوبل برايز، لأن اللي عمل الورق هو مصر. فلو جينا إنجاز تاني من إنجازات مصر العظيمة، هي أول بلد عملت المياه البيضاء، عملية المياه البيضاء. ويكفي ان ملك فارس اللي كان اسمه قورش 550 قبل الميلاد لما اصيب بالمايا البيضاء، فطلب الاطباء المصريين يروحوا له، فراحوا له هناك وعملوا له العمليه واصبح يشوف. بس الشيء المؤسف ان ابنه قمطيز
بدل ما يرد الجميل، كان أول غزو فارسي لمصر على أيدين قمطيس. عشان كده أمير الشعراء يقول: لا رعاك التاريخ يا يوم قمطيس ولا تنطلق بك الأسباب. وحسنا فعلت الدولة المصرية إنها شالت اسم قمطيس من أحد شوارع الدقي. كان موجود هذا الاسم وشالوا من 10 سنين كده ولا بتاع، لأنها فطنت. إزاي أحط اسم واحد كان يعني غازيا ومحتلا مصر طبعا؟ وكفايه كمان حضرتك ان هم كانوا عارفين علم التشريح، ويعني اول الناس اللي عرفوا عمليات القلب. التشريح يعني الدكتور محمد فايض الله يرحمه، ده كان استاذي في امراض النساء والتوليد في القصر العيني، كان راح سنغافوره وادى محاضره هناك عن امراض النساء والتوليد في مصر القديم. فحكى لهم هناك ازاي ان مصر كانت بتعرف من آلاف السنين إذا كانت أنابيب فلوب سالكة ولا مش سالكة، اللي إحنا دلوقتي بنعملها باللي بيدور اللي هي الصبغة معدية ولا لا. هم كانوا بيجيبوا الزيت بتاع الثوم اللي هو الأليسين ويضعوا، وبعد 8 ساعات يجي يشم رائحة التنفس بتاع الست العاقر اللي ما بتنجبش. فإذا وجد رائحة الثوم يبقى معنى كده إن الأنابيب سالكة. يعني كان بيستغل كل الموارد الطبيعية المحيطة بيه. ده معناه إيه؟ إن هو ما كانش بيلجأ للتكنولوجيا اللي هي موجودة في عصرنا الحديث. ما كانتش موجودة، يعني كان أشعة مش موجودة، وكان اللي بيدور مش موجود. إنما ده يدلنا على حاجة خطيرة، إن هو كان على دراية واسعة. وده اللي قاله محمد فياض في كتابه المرأة في مصر القديمة، بيقول إن رئيس الجلسة كان تعليقه بعد ما سمع الدكتور محمد فياض قال: هذا يدل دلالة واضحة على دراية قدماء المصريين بدقائق الجسم البشري. فكان رد الدكتور فياض ذلك بسبب التشريح اللي حضرتك بتتكلم عنه. التشريح اداهم فرصة ان هم يعرفوا دقائق الجسم البشري، عشان كده عملوا تربنة وعملوا مية بيضة وعملوا زراعة أسنان وعملوا علاج امراض النساء والتوليد في انابيب فلوب يعرف على الاقل. والاعضاء البديله كمان، يعني كان في تقرير اللي هو الاصبع القدم فعلا. القدم واحده ست كان عندها سكر وعملوا لها بتره لان حصلت غرغرينه في القدم. وبعدين القدم الصناعي اللي هم عملوه، لدرجة إن عاملين السلميات اللي هي العضل الصغير بتاع القدم ده من الخشب، وموصلين كل واحدة بالتانية بحتة جلد عشان يبقى كأنه مفصل تقدر تدوس عليه. وعاشت ودست عليه. الدليل على كده الجلد السميك اللي كان محطوط تحت يعني اهتمامهم بالتفاصيل يعني التفاصيل الدقيقة والمقاييس كمان دي مهمة جدا. العينة الزجاجية عملوها، يعني احنا وجدنا جماجم فيها عيون سكاكي، انهم كانوا يؤمنون عند البعث لابد ان يكون الانسان كاملا. فهو لما يحط عين سكاكي معنى كده انه سيبعث سليما ويستطيع ان يرى بالعينتين وهكذا. معتقدات بتاعتهم كانت موجوده. فزراعه الاسنان الشيء الغريب ان ذكروا حاجه في برديه ادون سميث يقولوا لامر ما لا نعرف. اذا كان زراعه الدرس أو السنة من توأم توفي إلى أخيه التوأم الذي على قدر الحياة، فهي تثبت بعد بضعة أشهر حين نثبتها بأسلاك بسيطة من ده. أما إذا كان الدرس أو السنة من قريب أو غريب فهي لا تثبت. طبعا هو كانش عارف إن إحنا بنسميه دلوقتي تشو تايبنج أو مضاعفات الأنسجة أو بوست جرافت ريجكشن أو الكلام ده كله، إنما قدر يصل للحتة دي. وأهم من كده وكده إن عمل زراعة أسنان، وعندنا صور لفك الفك الاسفل كله زراعه اسنان استخدم طبعا من التوأم الذي توفي الى اخيه التوأم الذي كان على قدر الحياه. نعم. فيصل عندك مثلا امراض القلب وصفوها وقالوا اذا جاءك مريض يشكو من قلبه والالم في دراعه ويسمع في ظهره ومش عارف ايه، كل اهل المريض او المريضه ان الموت ليس ببعيد. يعني كانوا عارفين الحته دي. ووصفوا سرطان الثدي زي ما احنا بنوصفه دلوقتي في المراجع العلميه الكبيره. اذا تحسست ورما في ثدي امراه براحه اليد، دلوقتي النهارده عندنا باي ذا فلات اوف ذا هاند.
ووجدته فجا كالفاكهه الغير ناضجه. طبعا هي دلوقتي في المراجعه العلميه بتاعتها كاتبها دراي فير، كمثريه ما نضجتش، ما فرقتش يا سيدي، انما ناقلينها من البرديه المصريه القديمه. نعم. قل اهل المريضه ان هذا داء لا حيله لي فيه، انا ما اعرفش اتصرف فيه. طبعا معناها كده. وفي اماكن اخرى كانوا مسمينه سوتخ، مرض سوتخ اللي هو مرض السرطان، اللي هو فوصلوا الى شوق كبير قوي يعني في بلاش كده وكده. طب دكتور وسيم، لو اتكلمنا عن بقى علم الهندسه والتشييد والبناء، يعني ما ينفعش ما نتكلمش عن الاهرامات وابو الهول، وخصوصا ان في تشكيك من بعض الناس من خلال الفيديوهات ان المصريين مش هم اللي بنوا الاهرامات. حضرتك تقول ايه النهارده وقدام هذا الانجاز الهندسي الكبير لبناء الاهرامات واهميته؟ اقول لهم ببساطه لان كنتوا ما بتقروش وما بتعرفوش، ولو ان كنت بتقروا كانوا تعرفوا ان اربع علماء من علماء الارض، واحد اسمه ارشيبالد تشيز مانج بيل، الاربعه دول جمعوا 36 وثيقه اصليه من البرديات المصريه القديمه فيها الرياضيات المصريه القديمه، وقسموها الى برديات بتتكلم عن قوانين الدائره، وفي مصر القديمه كانوا يسموها قوانين السماء، والمجموعه الثانيه اللي هي قوانين المثلث بيسموها قوانين المثلث الذهبي. اعظم حاجه الكلام ده هو لو يروح لو حد بيقرا جون تايلور اللي هي ماثيماتكس اوف ذا جريت بيراميد اللي هي رياضيات الهرم الاخضر، هيجد ان جون تايلور بيقول اعظم هذه القوانين التي وصلت مصر اليها 2700 قبل الميلاد هو الباي او النسبه التقريبيه اللي هي 3.14%، وبعدين يقول ايه؟ العلماء اللي في العصر الحالي طبعا الحديث يعني لا ينتهي عن الحضارة المصرية القديمة، وأكيد في حلقات قادمة هنتكلم أكتر مع دكتور وسيم السيسي عالم المصريات. بشكر حضرتك. لليوم الرابع على التوالي بيمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول أي مساعدات إنسانية من مدينة رفح إلى معبر كرم أبو سالم. يأتي ذلك مع استمرار القصف العنيف لعدة مناطق من جنوب غزة. بينضم إلينا من رفح مراسل نيل للأخبار محمد عبد الصبور. محمد صباح الخير. آخر الأوضاع وآخر المستجدات لديك. نعم، يعني وفقا لاخر المستجدات طبعا بالجانب الاسرائيلي، وبالتالي لم يسمح بدخول اي نوع من انواع الشاحنات المساعدات الانسانيه او الغذائيه او الدوائيه او ايضا حتى شاحنات الوقود والسولار. وهذا طبعا معتاد من جانب اسرائيل، دائما في الفتره الماضيه كان عدد الشاحنات التي دخل عدد قليل جدا، وشتان الفارق طبعا بين معبر رفح عندما كان مفتوحا وكانت تتدفق عشرات بل مئات شاحنات المساعدات الانسانيه والغذائيه، وما بين اليوم حيث بالكاد تدخل شاحنات المساعدات الانسانيه او الغذائيه او ايضا شاحنات الوقود والسولار، فضلا عن استقبال معبر رفح كان طبعا يستقبل عدد كبير من الجرحى والمصابين ومرافقيهم، كما كان يسمح بدخول ايضا يعني المنظمات والمؤسسات الاموميه التي تعمل في المجال الإغاثي والإنساني والطبي على مدار الساعة. فإذا هناك فرق كبير وقع الأمر ما بين معبر رفح من الجانب المصري عندما كان مفتوحا وما بين معبر كرم أبو سالم. على أي حال المساعدات الإنسانية اليوم نحن في انتظار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والغذاء وأيضا شاحنات الوقود. هناك أيضا بالتزامن مع هذا جهود مصرية دبلوماسية مكثفة باتجاه إبرام صفقة، حيث طبعا أكد مصدر أمني مسؤول بالأمس أن هناك جهود مصرية نحو استقبال وفود أمريكية ووفود إسرائيلية لإزالة العقبات وإبرام صفقة، بالإضافة أيضا إلى إجراء مشاورات مكثفة وسريعة مع وفد من حركة حماس نحو تسجيل كافة العقبات نحو إبرام هذه الصفقة. أيضا في إسرائيل هناك هدوء أو هناك تفاؤل حذر ربما في أوساط الإسرائيلية نحو إبرام هذه الصفقة،
ووفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت أن هناك 64% من الإسرائيليين يرون أن عقد صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى تقع على أولوية يجب أن تقع على أولوية الحكومة الإسرائيلية. أيضا الحكومة الأمنية أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نصحت القيادة السياسية بضرورة عقد صفقة سريعة ومباشرة مع حماس يعني الإفراج عن المحتجزين والأسرى، لا سيما وأن رأيهم كان يتمحور حول أن الحرب في أو ضد حماس سوف ستستغرق سنوات طويلة، وبالتالي من الأحرى عقد صفقة. أيضا يمكن في هذا الإطار أول أمس يوم الجمعة الماضي توجه رئيس الجهاز المساعد الإسرائيلي ديفيد برناع إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء يعني مفاوضات بهذا الشأن، ومن المقرر أن ينضم أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرز إلى هذه المفاوضات خلال هذا الأسبوع. كما أيضا سيتوجه وفد إسرائيلي من تخصصات معينة لبحث الخطوات التنفيذية نحو إجراء هذه الصفقة. كل هذا يأتي طبعا مع عمليات عسكرية مكثفة في ثلاث مناطق رئيسية في قطاع غزة التي تشهد مواجهة مباشرة على مدار اليوم. بشكر محمد عبد الصبور مراسل قناة النيل الأخبار، كنت معنا من رفح. بيستمع الناس وبيستمتع أيضا بتناول الشوكولاتة منذ آلاف السنين. بيقدر المؤرخون أن الشوكولاتة تم تقديمها على نطاق واسع إلى أوروبا في 7 يوليو 1550. ظهرت الشوكولاتة لأول مرة في أمريكا الجنوبية وانتقلت إلى بقية العالم. معنا للمزيد دكتور محمد مسعود أستاذ التغذية والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي. صباح الخير دكتور محمد. يعني في اليوم العالمي للشوكولاتة يعني الناس كلها بتحب الشوكولاتة الكبير والصغير، خصوصا أنها بتدي السعادة وبتحسن المزاج وفيها يعني مواد مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومفيدة للقلب والأوعية، لكن بتناولها طبعا بنسب معقولة أنها لا تضر. حضرتك تقول ايه لمحبي الشوكولاته في اليوم العالمي للشوكولاته، والناس اللي هي بتبقى ممنوعه من الشوكولاته ممكن انها تستعيد بيها ايه البديل او الشوكولاته الداكنه مثلا؟ صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير دكتور محمد. بحاول بس ان احنا نوضح دايما راي مهم، هل الشوكولاته مصدر ل مثلا جزء منها بيمثل عبء على المرضى بنوع معين؟ فعلا الشوكولاته بتحتوي ال 100 جرام منها على حوالي 100 جرام تحتوي من الشوكولاته على حوالي 20 جرام كوليسترول، 1% صوديوم، 15% بوتاسيوم، 9% بروتين. الدهون المشبعه اللي موجوده في الشوكولاته حوالي 95% دهون مشبعه او 9% دهون كليه. طب دي بتمثل عبء؟ ايوه بتمثل عبء. فيها مهم جدا، مركب مهم جدا، الشوكولاته تحتوي على الكافيين زيها زي القهوه. نسبه الكافيين في ال 100 جرام حوالي 43 مللي جرام. وبالتالي الشوكولاته بتستخدم زي الشاي والقهوه بحيث ان هي ممكن كماده منبهه. حضرتك متابعاني؟ نعم ايوه. لكن هي ما فيهاش فيتامينات، لكن فيها بعض الاملاح المعدنيه زي الحديد حوالي 4% في 100 جرام، 36% مغنيسيوم. يعني الاحسن حضرتك ان احنا نتناول الشوكولاته الخام ولا بنسب قليله مثلا؟ لان مش هنقدر نمنع نفسنا من حبنا للشوكولاته، احنا بنستخدمها في مناسبات كتير ويعني في اي مناسبه في حياتنا لازم يدخل عامل الشوكولاته. هي مفيده لكن في حدود معينه، بمعنى ان نسبه المواد المضادة للأكسدة اللي موجودة في 100 جرام شوكولاتة بتحتوي على بوليفينولات وفلافونويد، ودي مهمة جدا
لمقاومه امراض تصلب السرايين ولا عندهم امراض قلب. الشوكولاته الداكنه اللي هي فيها 60% كاكاو، لكن الشوكولاته بتبتدي تتعمل على درجات بحيث ان هي ما تبقاش شوكولاته داكنه، لان 60% دي بتبقى غاليه نسبيا. الاقل من كده كل ما بتزيد بتقل كميه الكاكاو، كل ما بتقل مصدر المضادات الاكسده بالكميه المطلوبه عشان تبتدي تبقى مفيده. طب البوليفونينات والفلافونويد دي ممكن تعمل ايه؟ بتقوي الجهاز المناعي، وهي نسبه السكر حتى في الشوكولاته الداكنه اللي هي بيسموها شوكولاته ما فيهاش سكر فيها حوالي 30 جرام، ال 100 جرام فيهم حوالي 30 جرام سكر. احنا يعني ناكل لكن ما نصرفش طبعا في تناولنا للشوكولاته علشان ما تضرش اعضائنا او صحتنا. احنا بنشكرك دكتور محمد مسعود استاذ التغذيه والمدير التنفيذي لمركز معلومات الامن الغذائي. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه هذه الجوله الاخباريه، بعد الفاصل موجز لاهم الانباء.